أبونا عايز أسأل حضرتك على التربية اللي الأستاذ عفاف اتكلمت عليها. إيه اللي بيجمع شهداءنا الأبطال دول المصريين من صفات وخصال نقدر نقول عليهم إن هم تميزوا بيهم حتى وهم في الغربة في ليبيا قبل ما يستشهدوا؟ وطبعا في الفترة اللي هم كانوا قاعدين فيها في البلد عندنا كان زيهم زي أي حد مثلا عنده خوف ربنا يشتغل طول الأسبوع إلا يوم الحد، يوم الرب ده يوم مقدس عندهم. كان مواظب على الاعتراف، على التناول، حاجات اللي لمستها فيهم يعني. لكن أهم ما يميزهم الإيمان القوي. وده يعني أول حاجة تربية البيت، لأن فعلا البيت ليه دور كبير جدا. الأب، الأم، القدوة طبعا، وده بنقول لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقت إن التربية في البيت ليها دور كبير جدا. هو أنا دايما أقول إن البيت عليه 90% من التربية. وطبعا كمل دوا بالكنيسة، نشأوا في الكنيسة، محبين للكنيسة ومدرس الأحد، وبعد كده الاجتماعات، حضور قداسات واعتراف وتناول. ده خلاهم يتأسسوا تأسيس قوي جدا. وعشان كده عايشوا الإيمان دوا والتنشئة دي حتى لما سافروا في الغربة. عايشوا نفس الإيمان دوا ونفس النشأة دي بالأدب، بالإحترام، بالإيمان القوي. عشان كده لما تحطوا في موقف صعب، يعني موقف صعب جدا طبعا، يعني زي ما العالم كله شاهدهم كده أبطال، صحيح، محدش منهم ضعف طبعا، ولا حد منهم أنكر. فبرضو يعني ده نتيجة للتأسيس الصح في البيت وفي الكنيسة. قدس أبونا، عايزة أسأل قدسك عن بعد الحادثة كان الجسامين مش موجودة، فأكيد كانت المشاعر صعبة جدا في الفترة دي، عايزين قدسك تكلمنا عنها ومع استقبالكو لخبر إن الجسامين رجع. وفي الحقيقة لما جانا خبر الاستشهاد، الفيديو نفسه، والفيديو كان 5 دقائق وثانية تقريبا أو ثانيتين، رغم ان احنا ما استجملناش جسامين هؤلاء الشهداء، وصلينا على ارواحهم كده بلا اي شيء، الا ان الفرحة كانت غامرة لكل القلوب، وكان الفيديو بس يكفي او كافي ان هو يدخل الفرح والتعزية لقلوبنا. وصرختهم وهم بينادوا كده يا رب يسوع، دي في حد ذاتها كانت بالكفاية او بالفرح الكتير قوي في قلوب كل الاباء والامهات وفي كل يعني العالم كله. طب مشاهدينك يا قدس ابونا، الفيديو هتوقف عنده، شفت تعبير الشهيد ابانوب ازاي؟ وانا استقبلت طبعا الفيديو، انا كنت هنا في برنامج في النور في الوقت دوا، كنا قاعدين وكان جه الخبر، فكان الخبر يعني جوا احنا قاعدين، فجالت حاجة وكده من الفيديو دوا، هنوريكم منظر، شوفوا هم دول اخواتكم ولا لا. طبعا احنا استقبلنا الخبر في الاستديو هنا، كان خبر مفزع جدا وصعب جدا. كان معايا بشير اخو الشهيدين. فلما شفنا خبر الاستشهاد وشفنا الفيديو لحد منظر الذبح، احنا سيبنا الاستديو، انهارنا جدا وبالفعل تعبنا خالص. ولما تأكدنا منهم بالفعل الفترة دي كلها كانت 48 يوم ما كناش نعرف عنهم أي أخبار. حتى الأخبار اللي كنا بنتلقاها من الرئاسات، سواء وزير الخارجية أو أي سفير من السفراء، كانت كلها أخبار يعني زي مخدرات، يعني هو ما فيش أخبار جديدة بس اطمنوا، ما فيش أخبار جديدة، هم لسه على قيد الحياة. إلا أنه في الحقيقة ما كانش في خبر يعني شوية يسند أو يعزي. ولما استقبلتوا خبر عودة الجسامين، خبر عودة الجسامين طبعا ده كان يعني يعتبر اشتياق كل أسرة شهيد، أنه كل واحد يستقبل خبر أن هو الشهيد بتاعه، أن عودة الرفات بتاعته، ده خبر كان مفرح جدا طبعا. أنا أفتكر حصل معايا موقف وإحنا كنا في زيارة إلى أنصنة. أنصنة طبعا دي بلد الشهداء في ملاوي. أيوه. فالشهداء في ملاوي في أنصنة كتير جدا. فواحنا هناك في الزيارة طبعا، فشفت رأس حد من الشهداء، أنا معرفش مين هو من الشهيد، فشلت الرأس على إيدي كده، خدت بركة رأس الشهيد دوا، وأنا شايل الرأس قلت له يا رب أنا نفسي بالفعل أشيل رؤوس
شهدائنا في ليبيا. ما كانش يعني ما عدتش 5 6 شهور وسمعنا خبر رجوع الجسامين واكتشفوا المقبرة اللي فيها جسامين الشهداء. فكانت كل يعني البلد وكل العالم بيتغنى بفرح دوة، وبالفعل حسينا ان عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين.